على هامش تغطيتنا للحوار الوطني بجلساته وفعالياته المختلفة، دلوقتي هنروح نتابع لقاء خاص مع أوكا هيروشي السفير الياباني في القاهرة على هامش هذا الحوار. طبعا بطبيعة الحال الانطباع ومشاركة المؤسسات الدولية السفارات الأجنبية في مصر لها مشاركة كبيرة وفاعلة. يسعدنا أن ينضم إلينا معالي سفير دولة اليابان في مصر السيد أوكا هيروشي. سيادة السفير أوكا هيروشي، يشرفني أن تكون معنا في هذا الحوار على شاشة التلفزيون المصري. حسنا، شكرا جزيلا للاستضافة. دعني أولا أبدأ اللقاء بسؤالكم عن رؤيتكم لمستوى التعاون بين مصر واليابان. حسنا، بالطبع العلاقات بين اليابان ومصر كانت ولا تزال دائما جيدة، وهي تعود لأكثر من 160 عاما حين زار وفد الساموراي مصر، وهناك صورة تم التقاطها حينئذ أمام الأهرامات وأبو الهول. ومنذ ذلك الوقت أصبحت هناك علاقات ثنائية ممتازة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية. ومؤخرا قام رئيس الوزراء الياباني كيشيدا بزيارة رسمية إلى مصر، وكانت هناك مباحثات ممتازة مع الرئيس السيسي، واتفقنا على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وبالتالي نستطيع أن نعمل معا ليس فقط على صعيد تقوية العلاقات الثنائية، ولكن في الوقت نفسه نستطيع أن نعالج معا قضايا إقليمية مثل القضية الفلسطينية أو قضية السودان وحتى القضايا الدولية. وهذا بالطبع يشير إلى نضج وقوة العلاقات الثنائية بين بلدين. سؤالي الثاني حول المستوى الاقتصادي للتعاون والعلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وصحح لي إن كنت مخطئا، إن مستوى الاستثمارات اليابانية في مصر قد ارتفع إلى 73.7 مليون دولار. هل ترى ذلك كافيا بالنظر إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين اليابان ومصر؟ أنا أعتقد أن هذا الرقم في حاجة للزيادة، أليس هذا صحيحا؟ حسنا، أتفق معك تماما، هناك دور كبير علينا أن نلعبه لتقوية العلاقات التجارية بيننا وكذلك الاستثمارات اليابانية، وهذا أحد الأمور التي أكد عليها رئيس الوزراء كيشيدا مع منتدى الأعمال المصري الياباني أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة. ولكن في الواقع هناك توجه كبير لزيادة الاستثمارات اليابانية لمصر، حيث تمت مضاعفتها في السنوات الأخيرة، ومن ضمن مجالات الاستثمار الجديدة لنا محطة توليد الكهرباء من الرياح وإنشاء ميناء مخصص للسيارات بميناء بورسعيد. وهناك الكثير من الاستثمارات القادمة مع الأخذ في الاعتبار تلك الإمكانات الهائلة المتاحة في مصر الآن، مثل الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي وقناة السويس والهيدروجين الأخضر وكل هذه الموارد. والنقطة الأهم في هذا الصدد هي تلك المتعلقة بالجودة، حيث إن لديكم موهبة ومهارة محلية. فعلى سبيل المثال الشركات اليابانية تنتج السيارات، وأنتم تنتجون مكونات السيارات بمستوى مرض جدا لمعايير الجودة لدينا، وبالتالي يعتبر هذا أحد أهم المحاور التي نرغب في تعزيز التعاون المشترك فيها بين بلدينا. فيما يتعلق بالمدارس اليابانية، وهذه بالطبع تجربة عظيمة أن توجد مدرسة يابانية هنا كما أن هناك جامعة يابانية في مصر. إلى أي مدى ترى في هذه التجارب مثالا ناجحا لتطوير العملية التعليمية في مصر؟ We are very much impressed when I visited one of the 100% Japanese schools.
حسنا، لقد شعرنا بالانبهار حين قمنا بزيارة لإحدى تلك المدارس المصرية اليابانية، حيث وجدنا مناقشات للشواغل المشتركة بين البلدين. وحين قمت بزيارة لجامعة إيجست ببرج العرب، انبهرت بمستوى البحث الأكاديمي هناك. وبالطبع هذه مبادرة مصرية ويسعدنا دعمها. بالطبع الأعمال التجارية مهمة للعشرين أو الثلاثين أو الأربعين عاما القادمة، ولكن التعليم مهم للخمسين أو المئة أو الألف عاما القادمة. لذا يسعدني أن نعمل ونتعاون مع المصريين لتحسين جودة التعليم الذي يحصل عليه المصريون الذين سوف يتحملون عبء الأجيال القادمة. سيادة السفير، لقد حضرتم جلسة المناقشات الخاصة بالثقافة والهوية. كيف ترون مستويات المشاركة المختلفة بتلك الجلسة؟ لقد استمتعت كثيرا بجلسة الثقافة والهوية الوطنية، وكان المشاركون يتحدثون عن الهوية الإقليمية وما هي وسائل تقوية الثقافة وما هو النظام الذي يجب اتباعه لمعالجة تلك الأهداف. ولقد انبهرت كثيرا بسراء الآراء وتنوع وجهات النظر التي تم التعبير عنها، وسمعت أن هذا سوف ينعكس على التشريعات والسياسات التي سيتم تبنيها، وهذا أمر رائع ومثمر جدا، ويتيح الفرصة لكل مصري كي يعبر عن نفسه. وبالتالي أود أن أهنئ المنظمين أولاً وكذلك المشاركون بالتعبير عن آرائهم، حيث إنني استمتعت بتلك المناقشات. لقد وصفت النقاشات بأنها مثمرة، ولكن هناك ادعاء بحكم مسبق يقول إن الحوار الوطني المصري لن يفضي إلى شيء. ما هو رأيكم على مثل هذه الادعاءات؟ لا أتفق مع هذا الرأي. لقد حضرنا وتابعنا المنتدى، وكان المشاركون يعبرون عن آرائهم بحرية، حيث كانت هناك وجهات نظر مختلفة تنتمي إلى خلفيات متباينة، أيضا فيما يتعلق بالمراحل العمرية والأقاليم. إذن هذا الحوار يمثل فرصة ثمينة للجميع كي يعبروا عن أفكارهم في تلك المنتديات العامة، والأمر يتعلق بممارسة القيم الخاصة بالحوار الوطني. ولذلك أنا أهنئ المشاركين بهذا الحوار، فأنا مستمتع به. أنا سعيد كونك تستمتع بالحوار الوطني المصري. جزيل الشكر لوجود سيادتكم معي في تلك المقابلة التلفزيونية. Thank you very much indeed. شكرا جزيلا لك.